السلام عليكم البنات، نتمنى قاع تكونوا مزيانين. اليوم ان شاء الله شفت لكم كيكات الفلون، سهله خفيفه ولذيذه. كنحتاج فيها جوج ديال البيضات، ربع كاس تاع العنبه نتاع الزيت، نصف كاس نتاع العنبه نتاع السكر، 3 معالق كبار ونصف نتاع الدقيق، واحد خميره وواحد لافاني. اول حاجه نديروها كما العاده كنضربوا البيض، درت فيه واحد الرشيشه نتاع الملح خفيفه وكنضربوه، كنضيفوا له السكر كما قلت لكم نصف كاس، وكنضيفوا له لافاني. تقدروا ديروا قشره نتاع الحامض يعني غير باش نكسروا ديك الزفره نتاع البيض. كنضربوهم مع بعضياتهم مزيان وكنضيفوا الزيت. وكنضرب بهذا الشكل، كنضيف الدقيق كما قلت لكم 3 معالق ونصف، كندير فيه الخميره ونضيفها. غادي يجيكم هذا هو العبار، تبعوا غير المقادير اللي عطيتكم يجيكم نيشان. ونضربوا عاود مزيان حتى كيكون عندنا واحد الخليط اللي ما كيتقطعش، من كنهزوا لفوي كما كتشوفوا ما كيتقطعناش الخليط. صافي هو واجد. الان غادي نوجد الصينيه ديالي كما شفتوها، درتها بهذا الحجم، فرشت عليها ورق الطبخ ولا تقدروا ديروا تدهنوها وصافي. وكبيت الخليط ديالي، نديرو في الفران يكون ساخن، نقص له العافيه ونخليه تقريبا غير 10 دقائق كتكون واجده، كتجي شيشه بهذا الشكل. وكنوجد باش غادي نسقيها اي حاجه، تقدروا تسقيوه بعصير ليموناد، ديروا سيرو ولا الحليب. انا غادي ندير هنا، درت القهوه، قهوه حلوه يعني درت فيها السكر، غادي نسقيها مزيان 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 حتى كاع تنفخ لي يعني باش تكون، باش تجيني يعني بحال البسبوسه، تجي منفخه تجي زوينه. هنايا غادي نستعمل انا فواكه اختياريين، اي فاكهه عندكم، تفاح اي حاجه. انا استعملت هنا خوخه وبعويده، غادي ندير نفرشهم يعني من فوق الكيكه. تقدروا ديروا لوز ولا اي حاجه. بالنسبه للفلون غادي نحتاجوا نصف لتر نتاع الحليب، 2 معالق تاع مايزينا، 2 معالق تاع السكر، 1 لافاني، وزوج فلون تاع 2.5 غرام. انا هنايا بغيت ندير نخلط، درت فلون شوكولا وفلون كراميل. اول حاجه غادي نديروا نخلطوا كل شيء يعني قبل ما نديروهم على النار. على الحليب كنضيفوا المايزينا، كنضيفوا السكر، كنضيفو لافاني والفلون. اللي بغى يدير غير فلون ما بغاش يدير شوكو وكراميل، تقدروا ديروا الفاني، فلون فاني كديروا زوج اكياس نتاع 2.5 غرام، ولا كديروا غير شوكو ولا كديروا غير كراميل، يعني داكشي كيبقى اختياري نوعيه نتاع الفلون والمذاق اللي كتبغيو. انا كيعجبني كنخلط شوكو والكراميل، كيجي يعطي واحد اللذه زوينه. كنخلطهم مزيان حتى يذوب داكشي، عاد كنديرهم على النار وانا كنخلط حتى كيتقال الخليط وكيولي عندي عاقد يعني متماسك. كما شفتوا انا استفت الفاكهه ديالي، انا من غادي ندير الشوكو ما غاديش تبقى باينه الفاكهه، هادشي فاش كيعجبني بحال غادي تجي واحد المفاجاه، مي كتقطعي عاد كتلقاي الفاكهه، فهمت؟ الا درتو الفاني تبان لكم، داكشي اختياري. كنكب هذاك الخليط اللي وجدت نتاع الفلون، ما كنبطاش عليه باش ما يجمدليش، وغادي نسرحه على كاع الفاكهه اللي عندي بهذا الشكل. وغادي نديرو في الثلاجه حتى يبرد مزيان ويشد روحو يعني يولي متماسك. هنايا كما تشوفوا هي واجده طاقه الفلون ديالي، قطعتها هكا المثلثات، كتجي لذيذه بزاف. زينتها بشويه نتاع الكوك، وانتم تزينوا بقى اختياري، تقدروا ديروا رقائق لا وتقدروا ديروا اللي بغيتوا، كتجي رائعه ولذيذه وخفيفه في نفس الشيء، ماشي داكشي ماشي. وها كيفاش كتجي ملي نقطعوها، كتجي هائله. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش تشوفوا الجديد ديالي. الى اللقاء.